الموجة دي مش تنتهي ابدا. يا شباب يا حلوين، شوفوا كده فتشوا في اليوم، ما فاضلش غير البوكسرات تلعبوا عليها. يا كريم، يعني انت مش ناوي تستجدع معانا وترجع علينا حاجه من اللي احنا خسرناها؟ لا مش ناوي استرجع ولا ارجع حاجه. بقالك بتلعب معايا كام سنه؟ 65 سنه دلوقتي، عمري رجعت لكم جنيه؟ مش همشي لما ارجع اللي خسرت. لا جدع، دعك يا رياض، وريني هتاخد فلوس ازاي. ايه بقى كريم يا جدع؟ ده احنا اصحاب يا جدع وعشره عمر يا جدع. الله، ده احنا نقر يا جدع، ده احنا حوار اسطنبول تشهد عملناها جدع. ايه ده ايه ده، 40 جدع في الموضوع؟ ايه يا جدع يا جدع يا جدع، ايه انت بتنقط يا عم انت؟ ولا حوار اسطنبول ولا بتاع، كل ده كذب، انا مختلف عنكم تماما. يا جماعه بصوا على الشعر، حد عنده الشعر ده بتاع كريم؟ بتاع كريم؟ ها؟ حد عنده البنات اللي بتتهافت يا جماعه؟ ركزوا ان انتوا قاعدين مع كريم، عيب. احنا خسرنا لكن الخساره مش عيب. لكن يا ترى انت فكرت لحظه واحده بس، نعمل ايه بعد ما نبطل لعب القمار؟ انت واخد الموضوع بمأساوية ليه كده؟ تصدق مفيش حاجه نعملها؟ ايه ده، مفيش اي حاجه حرام نعملها تاني؟ حتى المشروب خلص خمره وشربنا وقمار ولعبنا، عايزين نعمل حاجه شمال كده. بقول لكم ايه، احنا كدبنا على بعض النهارده. الصبح صح، الصبح. طب جبنا في سيره الناس بالنميمه. بعد الظهر تسع اللي قاعده معانا، انت مقرخ كل حياتنا. طيب بس عرفت الموضوع، ما تحرشتوش بأي واحدة النهاردة؟ لا لسه. بس هو ده اللي فاقر الموضوع، هو ده. يلا شوفوا بقى بنت، أي بنت رايحة جاية كده، وتحرشوا بيها وأنا أظبط لكم الموضوع. طب يلا. إيه مش تيجي معانا ولا إيه؟ أنا أراقبكم وأظبط لكم الدنيا، يلا. يلا خلي بالك من الشمس عشان الدنيا نار بره. يلا على مقلوبكم. الله، بس احنا هنخرج ازاي في المطره دي؟ يا جدع مطر ايه ده؟ هو احنا اللي عاملينه؟ ايوه يا كريم، بس ده في رعد وفي برق. ايوه لما نعمل مطر لازم نعمل رعد وبرق عشان يبقى 100 100. طب والزفلات ده يعني نعمل فيها ايه؟ ما تعقدهاش بقى. بقول لك ايه، لو قابلته بنت حلوه اوعى انت تتعامل معاها، شكلك تاجر بصل ما تفضحناش. يعني المطره دي مش بتبل؟ لا بتبل يا اخويا. يلا بقى يلا يلا يلا، لغوني على طول. قشطه، سلامه. يلا لو لقيتوا بنت حلوه كلموها عن شعري، ها؟ قولوا لها تعالوا شوفوا شعري كريم. قشطه. ياه، خلاص يا بطل، هانت. كلها اسبوعين وابني لك الكوخ بتاعك في الاحراش والادغال. امتى بقى يا تيفا امتى؟ خلاص انا مش قادره استنى. هانت يا بطل، الا بالحق، انت بتحب الاحراش ولا الادغال؟ اشمعنى يعني يا تيفا؟ الاحراش خضره، اما الادغال صفره. بموت فيك عشان انت فهيم يا حياتي. قلنا كيه الوقت خد، خلينا نمشي خلاص، الساعة داخلة على 3 بالليل. بطة، انت حبيبتي خطيبتي، انا من حقي ان انا اسهر معاك واسافر كمان معاك. تسافر معايا يا تيفا؟ هو انت حالتك تاكل يا اخويا؟ بقولك ايه، خلينا نمشي احسن، انت عارف اهل الحارة عاملين ازاي، البت مننا لما تتأخر بعد الساعة 1 بتتلط. ده تخلف ورجعية. نعمل ايه بس يا تيفا، نعمل ايه؟ هما كده اتركوا بيموتوا في الكلام والمسلسلات. بطل، عشان خاطري عايزك تقعدي معايا شوية حتى نسقوكي عناك. طب ممكن المرة الجاية؟ على رأيك، يلا بينا نرجع. يلا بينا. ايه ده ايه ده ايه ده، شايفين الصاروخ ده يا جدعان؟ اوبا اوبا اوبا، مين البنت الجامده دي يا كبير؟ انت مش عارفها؟ دي البنت فاطمه جول. فاكر عم جول اللي كان بيبيع ترمس على الكورنيش زمان؟ دي كبرت وحلوت قوي يا ده كريم. ايوه بس عيب يا جدعان، دي بنت قريتنا، عيب، ما ينفعش يحصل كده. ابوها راجل كنا نعرفه. بصراحه انا مش موافق، بس هي حلو، هي جامده بصراحه. يعني ايه يا كيم، مش هنتحرش النهارده ولا ايه؟ لا انتوا براحتكم، انا مش معاكم بصراحه، بس كده كده هي جامده صاروخ. ايه رايك؟ حلو. ايه المنظر، انت رايح تتطاهر ولا رايح تتحرش؟ ما تخليك محترم، شكلك وحش قوي. مش انت قلت لنا نتحرش؟ حرش يوم اتنيل ايه، البس حاجه. يا جماعه انا مش موافق بصراحه برغم جمالها. لازم نتحرش كيمو، دي ضحكت يعني بنت شمال. هي اي واحده تضحك تبقى شمال يا جدعان؟ عيب عقله. ايه الجمال ده، ايه الجمال ده؟ بصراحه انا مش قادر، انا دايس. مين معايا؟ انا معايا. لا انا ماليش دعوه، اتفضلوا اتفضلوا، تعال تعال تعال. طب بيعتين شوكي رايح يتحرش. بنت بطة، ايه الحلاوة دي يا بنت بطة؟ تيفا انت عارف انا بحبك قوي وعايز افضل معاك ليه، صح؟ عارف يا بطة، عشان انا ذكر ملك. خلي اي متحرش من دول يتحرش بك ولا الهاتشو بسنانك. بقولك يا ذكر، انا هجيبها لك من الاخر عشان انت الرجولة اكلاك شكلك. الشباب الحلو ده جاي يتحرش بخطيبتك، في مانع؟
لا يا فندم مفيش اي مانع. في اي اعتراض في دماغك؟ لا يا فندم مفيش اي اعتراض ولا مانع. طب معلش عشان القعده عائليه بس فشويه نفس بقى. تسمح لي امشي؟ انا لسه بطلب منك كده. شكرا يا فندم. الله يخليك. مع السلامه. مصطفى اشكرك انت متعاون. ما تشكرنيش انا، اشكر بطل بالحق. معلش يا فندم. اتفضل. يا ريت حضرتك تديها الدبله بتاعتها، انا معايا واحده تانية. انت ابن حلال. شكرا يا فندم. والله ابوك رباك. طلب اخير بقى. خطرت معايا لا عايز تتحرش خلصني. معلش يا فندم. ايه؟ خلي بالكم منها. لا دي في عناية، اول ما خلصت تحرش هجيبها لك لحد البيت انا اوصلها. على السلامة يا درش. شكرا يا فندم. مالك قابل شاب ابن حلال قوي 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 قوي. ايه الحلاوة دي؟ يلا بينا. دي بنت قريتنا ما ينفعش. يلا بينا بقى. ما ينفعش ما ينفعش. يا جدعان ما ينفعش. يا تيم طبع زينب. ايه ده؟ ايه التخلف اللي الشباب بقوا فيه ده؟ ايه ده التحرش بقى عيني عينك كده؟ مش عارفه مالهم ايه اللي جرالهم اليومين دول. ها مصطفى ساب لي دي، انتوا كنتوا جايبينها بكام؟ يعني جبناها بحوالي 200 جنيه. حلو 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 حلو. بس يا واد بس يا واد الكلو كلو وجعنا ما يخرب بيتك. ولا سيب لي الابهام يالا. يا ابني يا ابني الله بالراحه بالراحه يخرب بيتك يا علاف يا ابن العلاف. ايه ده؟ المهم يعني انتوا بتيجوا هنا كتير؟ كتير، كل ما بشوف واحد حلو زي حالاتك كده انت عارف اصحابي شباب وبتاع وعازف. انا ماليش دعوه. سلام على الصح. بس انت حلوه بصراحه. ربنا يخليك. انا فرحان بالدنيا. يخرب بيتك الاكلادور لسه عاملاه من نص ساعه. يا الخمسه يا جدعان دي بنت قريتنا، بنت قريتنا ما يصحش. بس هنعمل ايه بقى يا عيال؟ يتحرشوا اي حاجه تفرح الاولاد. بالظبط كده. انت تايهه عنا فين؟ عنا فين؟ ايه سحرك ده منين؟ ده منين؟ الواد كان الابهام. انا كفتاة مغتصبه مستحيل اقبل بالوضع ده. لازم انتقم، لازم اخد حقي. لا يا بطل اوعي تخلي الشر يتسلل جوه روحي. لا وبعدين انت خلاص اغتصبوكي في حلقه وخلصت. دوروا الباقي عليا انا، فاضل لي 120 حلقه الله اعلم يحصل فيا ايه. وانا ناوي اتجوزك وانسى الموضوع ده خلاص. ايه الاسلوب ده؟ انا كفتاه مغتصبه مستحيل اقبل بالوضع ده. لازم انتقم منكم كلكم. انت خلاص ما تزهقيناش بقى. الناس تجيبي طبله وطار وانا فتاه مغتصبه. عرفنا ان انت مغتصبه، انسي الموضوع وانا موافق اتجوزك على الابيض من اول وجديد. قبتمك يما قبتمك يما شتنتني ملومك يما تاني انا ترتمي انا ملرم بشكوبك يما قبتمك يما قبتمك يما شتنتني ملومك يما اشتاني انا ترتمي انا ملرم شقوبك يما. صلى على النبي يا بطه. ايه اللي جرالك؟ اوعي تفقدي عقلك. هتبقي مغتصبه وهبله؟ لا اهدي اهدي. انا الراجل اللي هتجوزك موافق ان انسي الموضوع ده، هنتجوز على الابيض على جديد يا بطه خلاص. يخرب بيتك بهدلتيلي صدري من زغد زغد ومشوراني وربنا ما انا متكلم معاكي. يلا غوري في داهيه يا رب يغتصبوك تاني. ده ايه القرف ده؟ حلاوتك يا كبير. اتفضلي يا عروسة. ايه ده؟ مين دول؟ صحابي. مين؟ صحابي. اللي مين؟ لا دول العيال اغتصبوني. يا شيخة بقاش قلبك اسود بقى، دي عيال طيبة وغلابة قوي، المجتمع هو اللي ظلمهم. من النهاردة دول اخواتك. انت غشاش وأونتاجي ولازم تموت. وانت كمان دمك بارد. يعني ايه هربت منكم؟ شتركوا اختفوها واختصبوها. ذات هو تبدأ من وانا واقف. انت اتجننت؟ اعمل لنا كاس يا بت. حلاوتك يا كبير. منور ابو فايزه. خش على السنيوره العب. اكيد دي السنيوره. وريني يا اخويا. خلصين بالقديم. ايه ده ايه ده مالك؟ انا حاسه ان انا هيغمى عليا. لا 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 مش وقت، الناس قاعده. عيب. ادخل انت يا كبير، انت في الامان اطمن. وانتوا ايه النظام؟ احنا قاعدين قاعدين قاعدين. لا مفيش قاعدين. تعال عند خالتك. اطلع بره انت وهو. يلا بكلسونك ده. يلا يلا يا خفيف انت وهو. سيبوا الكوتشينه دي وغرف دايه. يلا. عموما يا كبير الدنيا لقى وتلاقي. لقى وتلاقي. يلا اطلع بره مش عايز اشوفكوا تاني. وانت اللي في العين السخنه. يلا بره. ايوه جميل. بره. اقذر الناس عرفتها في حياتي. بره يا زباله. فعلا زباله. تعالي يا حلو. يا وسخ يا ولاد الادب. مبروك عليك مبروك عليك شقتك. اقعدي اقعدي. ميرسي يا بيبي فصلوني. متخليش حد يعصبك بقى، دي ليلتنا. تعالي. ايوه كده اتغندري اتغندري. ما شاء الله ما شاء الله. ايه النصيب ده؟ اهلا اهلا. تصدق يا بيبي قفلوني؟ لا لا محدش يقفلك. احنا هنولع الشموع دلوقتي وهنعمل النسكافيه وهننبسط اخر انبساط. حلو قوي حلو
حلو قوي، انا بحب الانطلاق ده، حلو قوي ده. ميرسي. عايزه تقولي حاجه يا بنت؟ ها، عايزه فلوس؟ لا ده بعد الدخله على طول هطلبها. اوكي يا اموري، انا بس يعني مكسوفه شويه. لا اتفضلي، خير قلقتيني. يعني انا كفتاه مختصبه كنت حابه اقول لك انه ان شاء الله الموضوع ده مش هياثر علينا خالص. ثانيه واحده، انا باذن الله حل... ثانيه واحده ليه؟ انا خليني اكمل بس. لا كمان. في جمله توقف كل اللي جاي. انت كفتاه ايه؟ مختصبه. مختصبه؟ طب انا من حقي اعرف قبل الجواز، ما قلتليش ليه؟ لا لا الجوازه دي خلاص فيك، الجوازه دي باظت. يعني ايه كريم؟ اللي يعني ايه؟ حصل امتى الاغتصاب ده؟ انا جاي يومين من دبي وقلت اتجوزك وامشي. نعم. وقالوا لي بنت ناس طيبين. انت بتقول ايه اللي انت بتقوله ده؟ مش كنت معايا بتتفرج عليا وانا مختصب؟ انا كنت معاك وانت بتخطب. امتى الكلام ده كريم؟ ايه الصبع؟ صبع؟ وانت مريضه ولا ايه كريم؟ الاكلادور. اكلادور ايه؟ انا مش فاهم حاجه. الكن يا كريم. كن ايه انت؟ ايه الهوس اللي انت فيه ده؟ لا ده انا اتغشيت فيكي. الكلسون يا كريم. كلسون؟ الراجل اللي كان قاعد هنا ابو كلسون؟ انا بشوفه في كل حته بس ما حدش بيعمل ايه بصراحه. لا بقى يا كريم ما تهزرش، ولاد عشان يخش اشوار شعرك وما لسه هتعملي بقى الحبتين دول. لا اذا كان على شعري انا مش اشواره من زمان، مش اول مره اشوره لك، فاهدي كده وشكلك فيه بقى شامم ريحه الجنان. ريحه الجنان؟ لا يا حبيبي الكلام ده عند ام لطفي اللي بتقيد وتطفي، مش عندنا. عند ام لطفي اللي بتقيد وتطفي؟ يعني مقعدك في الديكور ده كله وعامل لك الهاله دي وتقول ام لطفي وبتقيد وتطفي؟ لا 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 سوري، حتى لو مش تم اغتصابك انا مش هيشرفني. يا سلام يا سلام يا اوعى يا خني يا خني، فاكر نفسك هتهرب من الدخله ولا هتهرب من الدخله؟ هتدخل يعني هتدخل. ايه الجراء اللي جاي لك دي؟ ده انت لسه قايله ان انت مختصبه. ايه ده البجاحه؟ يعني ايه مختصبه؟ انا اول الاخر واحده مختصب ولا ايه؟ يعني هي حاجه شريفه قوي ما تتلم وليه؟ شريفه ونص ما تتلم انت كمان. لا اوعى كده واصحى. لا هصحى هصحى، وبالدليل ان انا سايب لك البيت وماشي. لا يا حلوه هتيجي وتروح فين؟ تعالى هنزل اقعد عليها مع اصحابي. يلا يا مجنونه، يلا يا مجنونة. اكلردم بيرماس شكلردم سيلرماس ادشمرك بسترماس بيرلجيشن ماسي اكلردم بيرماس شكرم بردم امبلاس دكرم دردم استيقاس برلين ديشم مسي فاطمة يا فاطمة يا طماطم يا فطمطم بحبك وارمي نفسي لاجل حبك من المقطم فاطمة يا فاطمة يا طماطم يا فطمطم بحبك وارمي نفسي لاجل حبك من المقطم اشلر امسر دلر شند السنت ملك ريسندم عايشة لبرم دي السلر امسي لرلن بحبك يا حبيبتي قد ايه لو شط رئيسي بالتركي هاجة اقولها ان شاء الله لو بالاندونيسي بحبك يا حبيبتي قد ايه لو شط رئيسي بالتركي هاجة اقولها ان شاء الله لو بالاندونيسي اقرر دم سرق قليل برم عشل راهي سرلم عرضي سوى درم سرل بر عشل رمك سرلم عكشر لبلر اسم برلم عكشر بلر اللم سري بنجاك سرلم سرل بيالك سرلر اندي في قلبي بشتكي واسهر وبرطم خبيت سنين في قلبي بشتكي واسهر وبرطم اكشر دم سرقة مردم ارش سلم دمدم ارش سر دمدم فطمة يا فطمطم اي هي 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 وهي هي 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 يا هي 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 يا هي 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 شر بس انا والله
مختلف قار الدرم لو كنت عملت حاجة صدقيني هعترف وخديها مني كلمة يا طماطم وعقلي كيمو التركي صادق يا حلوة لو حلف أنا دبلك سرقة من رشدة السمر ماكس دلدم أنا ودري السبن ناقص من قشك لدلدم يا رب